دكتور ذكرتم أن من مقومات الهوية العمانية الدين الإسلامي واللغة والقومية العربية، فكيف تتقاطع الهوية العمانية مع الهوية أو مع القوميات العربية الأخرى، خاصة أن ديننا الحنيف يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التعاون، يدعو إلى يعني نبذ الفرقة. والمتتبع لمحاضرات سعادة الدكتور يعني يلتقط منه عبارة جميلة، يقول إن العمانيين أشربوا حب الاستقلال. هل هناك تعارض بين حب الاستقلال وبين الدعوة إلى الوحدة وبين الدعوة إلى يعني التجمع والتقارب والتعاون؟ نعم، شكرا جزيلا. وأيضا مهم، بما أن قال تدعون إلى الوحدة، على من فصلتم؟ عن بني أمية وبني العباس؟ وبما أنكم تدعون إلى وحدة أمة الإسلام، على ما لم تخضعوا لسلطة الدولتين الأموية والعباسية؟ أولا طبعا الأخ مروان فقط أصحح، أنا لا أكون صريح، لا أؤمن بالقومية العربية، أنا أؤمن بعمان بالوحدة الوطنية، وهذا هو الخطاب الذي تتخذه. إنما أقول الإسلام واللغة، ولا أقول القومية العربية. زين، لكن من ناحية الأصول، نعم، الأصول معظم عمان أصولها العرب. لذلك القومية العربية أراها مشتتة، لكن الإسلام جامعتنا الكبيرة. طيب، عودا لسؤالك، كيف نقول أن العمانيون أشربوا حب الاستقلال كما أشرب غيرهم حب الحياة؟ كيف نقول بهذا القول ثم نقول العمانيون دعوا إلى الوحدة؟ نعم، لا تعارض، العمانيون سمعوا وأطاعوا لأبي بكر وعمر، ما عدلوا وسووا بين الرعية، لكن يحكمني أحد من خارج دولتي ويمارس علي قهرا وبغيا، لا أقبل ذلك. الطباع يا أخ مروان تنفر من ذلك، وأن يحكمك أحد من غير دولتك تأبى الطباع ذلك، يسمى خنوع. وإلا لكان واجب علينا أن نقر الاستعمارين، الاستعمار البرتغالي كان واجب أن نقر به، أو غيره من الدول التي دخلت عمان. لكن لا، العمانيين أشربوا نعم حب الاستقلال، حتى عن سلطة بني أمية وبني العباس، هما على الإسلام لكن ليس على المنهج القويم من حيث العدل والمساواة بين الرعية، وإنما إذا بطشوا بطشوا جبارين. وكذلك منهجهم هو ذات منهج فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما يمكن يقبل العماني أن تكرهه على فكر أو على ثقافة لا يرتضيها هو. لذلك هم نعم أشربوا حب الاستقلال وترجموا عمليا، خرجوا على، لم يرتضوا سياسة الدولة العباسية طبعا، ومهدوا لذلك من زمن دولة بني أمية، لكن زمن السفاح العباسي أعلنوا عن تنصيب ولي أمر لهم الإمام الجولند بن مسعود، لأن النظام الأساسي بالتعبير الحالي كان إمامي، وكان قبل الجولند بن مسعود نظام الأساسي ملكي، ثم بعد ذلك أو اليوم صار أيضا سلطاني. فنحن ما نتحدث عن النظام الأساسي، نتحدث عن الدولة هي عمان، سواء كان ملكي أو إمامي أو سلطاني، الكل يدور حول محور واحد، وهي عمان والوحدة الوطنية.